ياس اليوم جينا شويه بكري باش الشمس كتعمي. ياس هالو ياس نفس النهار كيتعاود كل نهار الفياق مع 7 الصباح 8 ونص في البيرو الخدمه 5 العشيه كنخرج نجري 7 تيبدا الوقت ديال الصحاب ولا فامي 10 ونص ديال 10 ونص 11 كاع عليك الدرد صافي خصني نكون في الدار نهز شي كتاب نجلس نقرا تيجيني النعاس ونطيح النعاس باش الغد لي عاوتاني نقدر نوض مع 7 ديال الصباح ونفس الروتين كيتعاود كل نهار ما عدا نهار واحد في السيمانه. شي حاجه كتجيب النتيجه احسن من الروتين، ما كايناش شي حاجه كتجيب النتيجه احسن من الروتين، والروتين هو اللي كيجيب النتيجه. غادي تمشي عند ما عرفتش اي واحد ناجح، سير عند بطل المغرب البادي بويلدينغ رياضه كمال الاجسام. مشاش الله صال مره واحده بيان سور، مشا الله صال ومشا 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 مشا 4000 7000 10000 مره، بقى فهمتي ما جابهاش مره واحده. تمشي جاب المعاوده والمعاوده والمعاوده وتعاود تيدير نفس داكشي اللي كيدير اليوم تعاود يديرو. عند شي واحد عنده اكبر شانيل ديال اليوتيوب بيان سور ما يبلوداش فيديو واحد هو يوصل اكبر شانيل ديال اليوتيوب في العالم واكبر سبسكرايب، ماشي بفيديو واحد باش دار هادشي، فيديو جوج و10 و100 و200 و10000 فيديو عاد وصل لداكشي. ما كاينش شي حاجه بمصير. عند شي واحد تيلعب السيرف مزيان بيان سور ماشي من اول مره جا طلع فوق السيرفه لقى راسو كيسيرفي مزيان، طاح مرة وجوج وثلاثة وعشرة وحاول نهار وجوج وعشرين يوم وشهر وغادي كيتيمبروفا النيفو ديالو غادي باش تعلم انت الهضرة. كنا كنقولو حنا صغار ما كنا كنخرمزو كاع الهضرة ديالنا كاملة، واليوم وغدا وبعدو تعلمنا ندويو. نفس القضية مع المشي، وقفنا طحنا وقفنا طحنا وقفنا طحنا وقفنا طحنا وقفنا طحنا تعيينا عاد تعلمنا المشي. الفرق هو دابا كتحط شي حاجة جديدة باغي توصل ليها وما كتبدلش نفس المجهود اللي كنتي بدلتي باش تعلم الهضرة وباش كنتي تعلم المشي، كون بدلتي النص ديال المجهود كون وصلتي ليها. ولكن كلشي عنده ديك المنطق ديال الزربه والخف، باغي شي حاجه بالزربه باغي شي حاجه خفيفه باغي نوصل بزاف. من الاول ديك الحاجه اللي باغي توصل لها كطلب قداك ديال المجهود، وانت جايب واحد المنطق ديال راك باغي تضرب بالزربه وتدوز فهمتي جايب بواحد 10%، اون فوا كتبدل ديك 10% باقي ما عطيتيش داك المجهود اللي خاص تعطي باش توصل لديك الحاجه، كتلاشي وكتمشي في حالك. لان كاين شنو غادي تخسر الا ديك الحاجه كانت تطلب قداك وانت بدلتي قداك وما تخسر حتى شي حاجه. ولكن لاكطاريه اليوم ما عرفش علاش ما باغاش يخدم، ما باغاش يبذل مجهود، ما باغاش ينوض بكري، ما باغيش ما باغيش ما باغيش. نسولت واحد السيد شنو هو الفرق ما بين واحد كينوض مع 7 الصباح وواحد بقى ناعس ما بغاش ينوض، وبين واحد مشى دار الخدمه اللي عليه كيتسنى يكتب عرفتي كيكتبو كيتسنى يبلودي فيديو يبلودا، وبين واحد ما دارش خدمته. قال لي الفرق فغيمون 80% ديال الفرق ما بين الناس هي علاش، خاص تسولو علاش دار داكشي، علاش كيبلودي الفيديو، علاش فيق مع 7 الصباح، علاش كتب داك الارتيكل، علاش ملتزم ديك علاش. بزاف ديال الناس ما عندهمش علاش، تسولو علاش ما كاين حتى شي جواب. تقول لي يقول لك ياس باغي ندير الفلوس، تقول لي علاش باغي دير الفلوس، غتلقى شي اجوبه تافهه ما عندها حتى قيمه ما تخليكش تنوض مع 7 الصباح، وحسن لك ما تنوضش مع 7 الصباح. غايقول لك باش نشري طوموبيله، باش نشري سي ماركت، باش ندوز قدام الليسي، باش نتصور على صحابي، باش نلبس مزيان، باش نعيق، باش فاك يو هادشي. ولا تجي خليك تنوض مع 7 الصباح، انا بلاصتي غادي نصبح ناعس العاود باش غادي نوض مع 7 الصباح نتعذب حسن لي نعس. غادي تمشي عند بزاف ديال الناس اللي واصلين غادي تلقى وصل وغادي تسولو هذا السؤال علاش كنت كدير هادي، تلقى كاين شي اسباب سير كان شي سبب هو اللي تيخليه يبدل المجهود، كان شي ظروف داز منها شي مشاكل شي حاجه وسيرتو الحاجه هي ام الاختراع. اوكي نبدا براسي انا الاولى، تسولني علاش كنتي ديك الساعه ملي كنتي باقي صغير كتخدم 16 ساعه 14 16 ساعه في النهار، غادي نقول لك على حقيقه خاصني الفلوس. غادي تجي تقول لي عاوتاني ها اللي قلنا وعلاش خاصني الفلوس، يلاه جاوب. على حقيقه ملي كنت صغير كنا عشنا شي ظروف اللي كانت شويه صعيبه، على حقيقه احسن بلاصه احسن بلاصه دوز في احسن الوقيتات في حياتي ليومنا هذا باقي كنتفكر اي وقت كنلقى راسي كنت في هذيك البلاصه. هذيك البلاصه واحد النهار غادي يجيو هذيك البلاصه اللي هي واحد الدار اللي فيها احسن الوقت ديال حياتي اللي مع عائلتي كامله، شتا خالتي ولا خالتي عمي، المهم ديك البلاصه كامله غادي تجي دار الضريبه تقول لك شوف يا غادي تخلص يا غادي تخوي يا غادي تبيع في السيزي يا غادي تبيع في السيزي. وبيان سور الحاجه اللي تبعت في السيزي كتباع بواحد الثمن رخيص، المهم اضطرينا ان ديك الساعه نبيعو بواحد الثمن اللي هو ماشي ثمن مزيان ونروحو لبلاصه اخرى اللي هي اقل ونساو نحيدو كاع ديك الذكريات. وبيان سور كنت كنسول
علاش غادي تمشي لنا دارنا، علاش غادي تمشى للدار، علاش غادي تمشى للدار. كانوا كيقولوا لي ما عندناش فلوس، ما عندناش فلوس. كنت انا عندنا فلوس في دار الطريبه، ماشي طرا سيزي، ماشي طرا، ماشي طرا. ومن هنا وهذا هو الدافع وراء الفلوس، وهذا الدافع من بزاف الحوايج اللي ما نقدرش نقولها، اللي كنت عشتها وانا صغير، اللي خلات اني ديك الساعه نخدم 14 16 ساعه، مليون ساعه في السيمانه، نجبد السيمانه ونخدم. اي دونت فاكين كير. خاصني جا 2011 صافي، ديك الساعه فاش ديال لاشي نبدا نعس، ما نبداش كنخدم، ما نبداش كنوض، ما نبداش ما مسوقش في حياتي، لان صافي حققت داك الواي، داك علاش. جاوبت الجواب، وصلت لداك الشيء اللي كنت باغي. صرا وصلت لكاع داك الشيء اللي بغيت. عندي برقمان 650، عندي طوموبيله دايره 32 مليون، عندي جوج ديال لي زابارتمون، عندي اكثر من 100 مليون في الكونت بونكير ديالي. علاش اجي نوض في نهارك؟ علاش ما بقاش عندي علاش نوض؟ وليت كنعس حتى للربعه د العشيه، كنوض بالليل وما مسوقش. ديك الساعه دي ندخل فواحد الدوامه ديال صافي الحياه بقات كتعاود. اوكي الفلوس داخله، اي دونت فاكين كير، واحد الحياه ممله. 2011 12 13 14 حتى ديسمبر 2015 غادي نتلاقى مع شي ناس فيتي نو غادي يغزوني، غادي يقول لي خزوني ياس، غادي نعاود نقولها غادي يغزوني. ديسمبر 2015 غادي نتلاقى مع شي ناس فيتيني بزاف، غادي كتقول لي خوناك ما تيقتي، انت راسك هو البطل، انت هو اللي واصل، انت راه سيغيان. بيان سور شي باش مهم ديما تبقى مع 10 الناس اللي فايتين وسابقين وفوق منك. بيان سور غادي يكون عندك صحاب اقل منك في نفس المستوى ديالك مزيان، ولكن ديما واخا تعرف تخلي واحد 10% احسن منك ديما. او من خاص تخلي 2011 ملي كانت في عمري 22 عام و12 و13 و14 وقلت حتى 15 من شويه، عامل كنت مصاعد، كنت مصاعد مع اللي اقل مني. انا هو اللي صاك احسن طوموبيل، انا هو اللي عندي، انا هو اللي عندي. دونك كنت مادا فاكر، كنت فهمتي لوزر فاشل. دور بيا دراري زوينين اللي فهمتي كنت كنعاونهم باش يطلعوا، وما كنت انا في نفس الوقت خاص يكون شي واحد اللي الفوق حتى هو كيعاوني باش نطلعوا مينيموم بعدا كي كنشوفوا فهمتي مطلع ستاندرز ديالي. ماشي دار صافي انا راني انا صافي راني وصلت باش نعاود نسحب كلمه كنعاون وكيعاونني وكنعاونهم وكنتسنى شي واحد يعاونني، لان كلمه كنعاون شويه ماشي صحيحه. خصوصا بالفهم ديالنا المغربي كنعاونو عندها واحد المعنى في شكال. انا دابا نيت واحد الشويه غادي يطلع ليا شي خونا في لي كومونتير ولا في الميساج يقول لي علاش اخويا السمانة ما باغيش تعاونني. هاي دوك الناس ولا انا كنت معاون راسي ب 99%، فهمتي انت معاون راسي ب 99% وهما معاونين راسهم ب 99%. كانت شي مساعده مني ولا شي واحد اخر ليا ولا انا لشي واحد اخر، ما كانتش كل المساعده واحد الكوش صغير فهمتي اللي قدرت تساوي 1%، ولا ما خفت نكذب، ما خفتش نكذب قل لي قدر من 1%. يعني ماشي تسمع عاونتو عاونني، هذه رساله للاخوان ديال عاونني، ما بغاوش يعاونونا، ما كيبغيوش يعاونونا، ما كيبغيوش يوريونا، ما كيبغيوش يديروا لينا، حنا ما عندناش الظروف، انا ما عنديش الفلوس فهمتي. تيبقى ديما المهم ديما هو خاصو يقول شي حاجه باش ميلومش، ما عنديش الظروف، ما معاونانيش الظروف، ما عرفتيش الظروف ديالي. هاد الجمله هادي كتعاود بزاف، ما عرفتيش الظروف ديالي. واش كتظن الناس اللي وصلوا كاملين عندهم ظروف مزيانه؟ فريمون بربي كون كانت عندهم ظروف مزيانه كون مشاو نعسوا صاحبي. مني انا كون كانت عندي الظروف مزيانه شان. دونك النجاح هو واحد الحاجه ما عندكش خصك تصنعها. انت ماشي طبيب باغي تولي طبيب، انت ماشي فهمتي انت غليظ باغي تولي مقاد في الجسم ديالك، انت ما كتقراش مزيان باغي تولي كتقرا مزيان. واحد الحاجه ما عندكش وباغي تولي عندك، ما عندكش الفلوس وباغي يوليو عندك الفلوس، ما عندكش شي حاجه وباغي تولي عندك. ماشي عندك الا عندك، فين هو النجاح؟ فين هو النجاح داخل عليك الله؟ فين هو النجاح؟ فين هي السطور اللي تسمى قصه نجاح؟ عندك ديجا. علاش علاش الا باغي دير شي حاجه في حياتك طلق ديك القصه اللي كتعاودها ديما راسك ديال الظروف، الوالدين، خويا ما خلاونيش، المجتمع، الحكومه كيزيدوا علينا درهم، كيزيدوا علينا في الدقيق 50 سنت، كيزيدوا علينا في دانون. هاد القصه مرة غادي تلقى شي انسان ناجح كيناقش الزياده ديال دانون، لان ديك 4 دريال غادي يمشي هو غادي يخدم غادي يجيب درهم، درهم حشومه كاع. انت الا مشيتي خدمتي غادي تجيب، غادي تجيب درهم، هما غادي تجيب 2000 درهم، غادي تجيب 3000، 5000، 10000، 20. دونك برو سالي دوك الشكوات ديالك وديك ما عاونونيش، المهم اي حاجه، اي حاجه الشكوى نساها فهمتي. واي حاجه زوينه راه انت السبب فيها، واي حاجه خايبه انت السبب فيها. ما تكتهم الاخرين دونك الحل راه ماشي عندك، دونك غادي تمشي تنعس. كطرى شي حاجه خايبه في حياتك وكتهم راسك، دونك غادي تنوض تحرك، لان المشكل عندك والحل كاين عندك. راه فريمون المشكل كاين عندك والحل كاين عندك، ولكن اصعب حاجه تبقى تديرها الشخصيه ديما خاصك تتهم الاخرين باش يسهل عليه هو الاموريه باش ينعس مرتاح.
باش نسهلوا علينا الحياه فهمتي، باش تعيش فاشل باش تعيش المهم راضي على نفسك نفسيا باش تنعس في الليل فهمتي، كتذكر راسك واحد البيره واحد المخدر ديال سميتو كتشلع على راسك، تذكر راسك يوميا قبل ما تنعس فهمتي باش تبقى عايش راضي على راسك. المخدر هذا شنو هو؟ هو الحكومه هي اللي ما خلاتناش الوالد ديال ما وفروش لنا الظروف، ما عنديش الظروف المجتمع صحابي هذاك الشفار هادو الشفارة كتارو الحكومة شفارة نصابة دبو يدونا رزقنا الكريساج كتار. المهم أي الكلمة ما كنتش باغي نقولها اللي هي الكريساج اللي يقدر يطلع شي خونا يقول لك علاش أنا هو السبب في الكريساج، أنت هو السبب في الكريساج اللي تكريسيت لأن أنت اللي زدتي من ديك الطريق اللي خليتهم يكريسيو ومزدتي من شي طريق أخرى ما كانتش غادي تكريسا، علاه قلت لك ديما رجع على راسك، إلا رجعتي على راسك غادي تلقى الحل، راه المشكل عندك والحل عندك. نهار كنت غادي بالطوموبيلة نتازمو واحد البلاصة وما يزقو بحجرة ويجي في الباب عوجات ليا الباب اشنو غادي نتهمهم هما، شفت عيط قلت انا فين كاين المشكل، في الاخر قلت المشكل فيا انا اللي عارف راه الماتش ملعوب تمايا وبالله راه داك الشيء غا بكين ديك المنطقه وانا دايز من تما دوك بارك من التهم الاخرين والوالدين ديالك وخوتك والمجتمع الحكومه الناس اللي دايرين بيك الناس اللي هما ديالكم بارك ما تتهمهم الا واجد تبقى فاشل، جمع راسك ودي تشام راسك في اي حاجه صغيره زوينه خايبه انت هنا جمع راسك وحاول تقلب على شي علاش في حياتك غادي تلقى شي حاجه الا جاوبتي هذاك علاش غادي تنوض تقدر تنوض مع السبعة الصباح تقدر تبدل حياتك دير شي حاجه في حياتك ماشي هو لا بد الفلوس على حق كداش راه كما قلت الا سولتك علاش يقدر ما حتىش تلقى الجواب ولا شي جواب لان علاش هي اللي كتعطيك الدافع الا جات تخليك تنوض مع السبعة ولا الخمسة الصباح ولا الربعة الصباح هي اللي غادي تخليك كاين واحد السيد خدام على ولادو الصغار كينوض مع الربعة الصباح كيمشي علاش لان عنده الولاد وعنده المراه خصهم يوكلوهم كينوض مع الصباح ما عندك والو يقدر يكون هذا هو الجواب ديال 80% ديال الناس اللي كيقول لي انا كنحط واحد البلون يعني ما كنقدرش نيكزيكيتي كنعكاز كيبقى يجيني النعاس ما كنقدرش تيجيني العكاز ما مابغيش نخدم ما عرفتش علاش مثلا بزاف ديال الاخوان كيسمع كنوض مع السبعة الصباح وكنقرا في الميساج ديال كتنوض مع السبعة الصباح انا من نهار تخرج من الجامعه صافي مابقيتش كنوض مع السبعة الصباح وي بيان سور راه ما كاينش علاش احنا باقيين كندوي فيه علاش ما كاينش عندك علاش انا عندي علاش نفيق يوميا كنمشي ولا الدار درين واحد شويه هنايا وهنايا هنايا البار خاصني نحيد عليا داكشي اللي عندي وخاصني نمشي للدار فحالي وتقلب على شي حاجه في حياتك ولا تجاوب لها على علاش باغي تولي فنان باغي تولي موسيقي باغي تولي اي حاجه الا كان عندك شي علاش باغي دير داكشي جو سوي سور غادي توصلوا ما تجيب حتى حاجه مع هذه الثقافه فاش كبرنا ما تسمعش ليها وكملوا تبارك الله.